بدأ عمال الإنقاذ الفرنسيون عملية انتشال أولى جثث ضحايا حادث تحطم طائرة إيرباص الألمانية. الجهود المبذولة على الأرض تتزامن مع تسارع التحقيقات للتعرف على أسباب الحادث الذي أودى بحياة 150 شخصا هم جميع من كانوا على متن الطائرة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن المحققين استطاعوا استخراج التسجيل الصوتي من الصندوق الأسود الذي عثر عليه في وقت سابق. وكشفت الصحيفة أن أحد طياري الطائرة غادر قمرة القيادة ولم يتمكن من العودة إليها، وأن الطيار واصل طرق الباب في محاولة للدخول إلى قمرة القيادة دون جواب من الطيار الآخر. وتحولت بلدة سان لزالب إلى مركز لقيادة عمليات البحث والتحقيقات، حيث تنطلق من البلدة الصغيرة فرق الإنقاذ عبر المروحيات التي تعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى موقع التحطم بسبب تضاريسه الوعرة.